اتفق وزراء النقل في كل من ماليزيا وأستراليا والصين الجمعة على وقف عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة MH370 بعد أن جابت العملية تقريبا كل منطقة البحث. I must emphasize that these does not mean. أريد أن أؤكد أن هذا لا يعني أننا استسلمنا في مواصلة البحث عن الطائرات المفقودة MH370. وفيما إذا توافرت أدلة جديدة ذات مصداقية سنقوم بجمعها وتحليلها. وقد بقي لفرق البحث 10,000 كيلومتر مربع لاستكمال 120,000 كيلومتر مربع في قاع البحر يتعين فحصها بواسطة معدات السونار. الطائرة الماليزية من نوع بوينغ 777 اختفت بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة كوالالمبور في 8 أذار 2014 في طريقها للعاصمة الصينية بكين وعلى متنها 239 مسافراً.